دلوقتي الجزء الثالث إن شاء الله شهر أغسطس بداية من سؤال متين. طيب الإفكت أوف التروما فروم أوكلوجن على البريدونشيوم، التروما فروم أوكلوجن أو ضغطة أي حاجة عالية على البي دي ال من تحت هيعمل إيه؟ طبعا طبعا هيعمل مشكلة في البوكيت وهيعمل انفرا بوني بوكيت يؤدي في الآخر إلى بون ديستركشن. البون ليفل بتاع السموكر بيشنت مقارنة بالنون سموكر طبعا أكتر، طبعا اكتر في السموكر بيشنت. طيب البكتيريا اللي موجوده في الاودونتوجينيك سبيس كانت ايه؟ البكتيريا اللي موجوده في الاودونتوجينيك سبيس ميكسد بكتيريا، لكن البكتيريا اللي موجوده في الابس كانت انيروبيك بكتيريا، والبكتيريا اللي موجوده في السيريولايتس برضه ميكسد بكتيريا. طيب كلاس 2 اسكينج اباوت ان دايركت ريتينر ان ويتش تي، الكلاس 2 كندي كلاسيفيكيشن اللي هي عباره عن يوني لاترال لوس اوف البوستيريور تيث، بتحتاج حاجه اسمها ان دايركت ريتينر موجوده على الانتيريور اسبكت اوف الايه اوف الماوس، لو اعتبرنا ان ده الماوس بتاعنا ودي حاجه كلاس 2 اللي موجود فيها يوني لاترال لوس، فاحتاج ان انا اخر سنه من هنا مع اخر ضرس من هنا بوصل ما بينهم خط اسمه ده الفالكرم اكسس، تمام، وبحط عليه العمودي، فبيطلع هنا ان في سينجولم ريست او لينجوال او لينجوال ريست موجوده على غالبا الكناين، غالبا على السنه دي بتكون الكناين، تمام، السنه دي بتكون الكناين، فالكناين هنا بيتحط عليه سينجولم او لينجوال ريست تعتبر كفالكرم اكسس، تمام. طيب سؤال رقم 204، 9 سنين عنده تروما في الابر وان وانترودد من 3 ل 4 مللي، انتروجن من 3 ل 4 مللي، المفروض ان حضرتك هتعمل له اورثودونتيك ريبوزيشن، المفروض ان حضرتك هتعمل لهم اورثودونتيك ريبوزيشن، اورثودونتيك ريبوزيشن لو اقل من 3 ل 4 بنعمل لها فولو اب اللي هي من 1 ل 2 مثلا، تمام، نعمل لها فولو اب، لو اكتر من 5 مللي بنعمل لها سيرجيكال ريبوزيشن، بنعمل لها سيرجيكال ريبوزيشن لان هي كده ممكن تكون عدت الايه او عملت مشكله للبيرمننت توث اللي تحتها. طيب ماتيريال يوز فور بوردر مولدنج، الماتيريال اللي بنستخدمها في بوردر مولدنج هي طبعا الكومباوند اللي بيكون عباره عن صوابع لونها اخضر، تمام. طيب الكنال ديسكيرز ديورنج الار سي تي، لما الكنال تختفي اثناء ما حضرتك تكون بتشتغل معناها كده ان الكنال حصل لها سبليتنج، معناها كده ان الكنال لو ديت السنه بتاعت حضرتك وديت الكنال ابتدت ان هي تختفي من الحته ديت، تمام، فمعنى كده ان هي حصل لها سبليتنج، تمام، وترجع تاني ايه ترتبط مع بعضها البعض عشان تؤدي الى الايبكس، تمام. طيب بيكتشر اوف ا بوست سلوب تكنيك، السلوب تكنيك ده يا جماعه قلنا اللي هي قاعده السيم لينجوال اوبزيت بكل، شرحناها في اول محاضره في الانرو في الكراش او في الدنتال ديكس، لما تيجي حضرتك يبقى في عندك سنه فيها قناتين، واحده بكل واحده لينجوال، عايز تعرف في الاكسترين مين البكل ومين اللينجوال، الكنال اللي بتمشي مع نفس الاتجاه يكون او نفس اتجاه الاكس راي بتكون اللينجوال same lingual and opposite is vocal، تمام. الانالجيسيا اللي بتستخدم للاسباتيك بيشنت والدايابيتيك بيشنت طبعا هو اكتر حاجه سي تي 1 سي 2 من او البارا سيتامول، تمام. طيب ازاي ازود الريتنشن في الشورت كراون، الشورت كراون لو عندك شورت كراون بزود فيه، بحط فيه ايه؟ احط فيه بوست او احط فيه قصدي ريتنتيف بروفز، ريتنتيف بروفز. طيب جايب لك صوره بيشنت عنده كراون ويز انفلامد جامز، تمام، و appearance of the first management، يعني البيشنت جاي لك حاطط كراون وعنده inflamed gums، gums او الجنجفه بتاعته فيها inflammation، معنى كده ان الكراون ده ايه؟ ان الكراون ده داخل في البيولوجيكال ويت وحضرتك لازم تغير الكراون ده فورا. طيب البير اللي بنستخدمه عشان نعمل اكسن كافيتي، البير اللي بنستخدمه بيكون بير عباره عن ايه؟ اي بير اللي هو الفيشر ايه؟ الفيشر بير او راوندد او الاندو زي بير، مكتوب عندك اهو راوندد او اندو زي بير او بول تبد دايموند بير، يا ده يا ده، تمام، يبقى اسمه اندو زي بير، ما ياكلش في الدنتين الطبيعي، بياكل بس في الدنتين الانفكتد ويدخل يجيب لك الكنال او الاوريفيس بتاع البلط. التريتمنت اوف الميوكوسيل، قلنا علاج الميوكوسيل
جرانيولا بعمل لها مارسيبلايزيشن، وعرفنا الفرق ما بينهم في الشرح كويس. طيب what surgical procedure is exclusively used for step back؟ الستيب باك اللي هي عباره عن ايه يا جماعه؟ اللي هي ترانس الفولار اوستيوتومي. ترانس الفولار اوستيوتومي، لكن بما ان هنا الكي وورد عندنا هي الاكسكلوزيف، لكن اللي بتستخدم للفورورد والباكورد هي مين؟ البيست والبايلاترال ساجيتال سبليت اوستيوتومي. طيب بيكتشر اوف راديوجراف وذ راديو اوبيكت راوند باي راديو لوسنت الاي بتيكول فايتال توث. اول ما يقول لك فايتال توث وفي حاجه راديو اوبيك وراديو لوسنت، يبقى ديت على طول سمنتو بلاستوما. طيب بروب ميجر اللي هو واحد اثنين اربعه، شايل الاربعه وشايل السته مش موجودين، يبقى ده ويليام بروب. طيب بانوراميك راديوجراف وذ ماندبل فراكشر، وات تايب اوف الفراكشر؟ على حسب الفراكشر موجود فين يا جماعه. لو الفراكشر موجود قدام يبقى ده بارا سيمفازيال او عند الانجل او عند الكوندايل او عند النيك، على حسب الموجود كسر فين. طيب بيشنت ويز ليفر سيروسز، ايه اللي هيحصل بعد الاكستراكشن؟ الليفر سيروسز معنى كده، معنى ان الكبد ميت، ان مفيش عوامل التجلط موجوده، لان عوامل التجلط اللي بيصنعها الكبد، ومعنى ان الكبد مش عايش، ان مفيش عوامل تجلط فيحصل بليدنج. تمام. سيفير كوب بيشنت، سيفير كوب بيشنت ما ينفعش حضرتك تشتغل له برابر دام خالص، لانه كده مش هيعرف يتنفس. تمام. الان اورجانيك بارت اوف الدنتين هو الكالسيوم هيدروكسي اباتايت، لكن الاورجانيك بارت هو الكولاجين بارتكلز. نسبه الان اورجانيك بارت اوف الدنتين تقريبا 85%. السبلنت تايم للدنتو البلر، الدنتو البلر بيكون 4 اسابيع، ولازم حضرتك تروح للشرح بتاع منال عن طريق التو ويكس والفور ويكس كانوا مين مكتوبين هنا برضه اهو في الجدول. نوع الهايبر سنسيتيفيتي من الليتكس بتكون تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي، اتشرح في الجراحه بالتفصيل، كان في جدول لانواع الهايبر سنسيتيفيتي. تمام. يبقى الهايبر سنسيتيفيتي اللي كانت من الليتكس تكون عباره عن تايب 4 هايبر سنسيتيفيتي اللي حصلت بعد 48 او 72 ساعه من التعرض المسبب للحساسيه. تمام. البكتيريا الخليه اللي تكون مسؤوله عنها هي البلازما سيل. طيب السكرو ريتيند ادفانتج، حضرتك دلوقتي الامبلانت لما يجي يتحط فيه الفم، يا اما بيكون بمسامير بيربط المسمار اللي هو السكرو، او بيربط بسيمنت. فايده السكرو ان حضرتك تعرف تعمل له ريتريفابل. يعني ايه ريتريفابل؟ تعرف تشيله وترجعه مكانه تاني لو اتكسر يعني. طيب inferior alveolar and the patient can move an eyelid، معنى كده ان حضرتك دخلت بالسيرنج posteriorly. تمام. posteriorly زائد ان حضرتك كمان دخلت في الباروتيد جلاند، ضربت الفيشيال نيرف، عملت له فيشيال نيرف باراليسيس. الفيشيال نيرف باراليسيس البيشنت ما بيعرفش يحرك عينه، مناخيره بتنزل سكريشن، بقه بيقع. تمام. الفيرست مانجمنت للعيان اللي عنده العيان اللي حصل له فيشيال نيرف باراليسيس، طب حضرتك اول حاجه لازم تلبسه اي كلاسز لان عينه ما بتتقفلش. تمام. ولازم حضرتك العلاج بتاعك تفضل 6 شهور فيتامين دي 12. طيب النيرف انستازيا فور الابر برايمري مولر، الابر برايمري مولر بيكون بالميدل سوبيريور الفولار نيرف، الميدل سوبيريور الفولار نيرف. تمام. الابر برايمري مولر اللي هو الدي الدي. تمام. طيب التريتمنت اوف البايت بيجمنت امبنجمنت، يعني ايه تايب البايت بيجمنت الامبنجمنت؟ قصدي اللي هي زي ما حضرتك شايف دي سنان الابر وديت سنان اللور. سنان اللور المفروض في اوفر جيت واوفر بايت طبيعيه جدا، هي ال 2 مللي، لكن الديب امبنجمنت اللي هو في ايه؟ ان اللور تيس داخله قوي في الابر لدرجه ان هي خبطه فين؟ خبطه في البلت من هنا، فبتعمل اكثر في البلت الاسفل بتاع الابر تيس. تمام؟ فالمفروض ان حضرتك تعالجها ازاي؟ بنزل السنان اللور دي لتحت، يبقى بعمل انتروجن للور تيس، بعمل انتروجن للور انتيريور تيس، او ارفع الاسنان اللور مولر او ارفعهم لفوق، يبقى انا كده رفعت العضه، فبعت السنان ايه؟ خليت السنان اللور انتيريور تيس تبعد عن الايه؟ تبعد عن البلد. يبقى العلاج بتاعي اما اعمل انتروجن للور انتيريور، او اعمل اكستروجن او اطلع شويه البوستيريور مولرز. تمام. طيب نشوف الجزء اللي بعده.
ان البريباريشن بق القصف اندر مايند وات يو دو. المفروض ما دام في عندي قصف اندر مايند، معنى اندر مايند يعني الانامل ما فيش تحته بنسيل، فلازم حضرتك تشيل القصف ده، لان القصف ده معرض للكسر. معنى ان حضرتك شلت القصف فحضرتك ما ينفعش تعمل ان داي، فتحول الشغل بتاعك الى اون لاي. طيب بيشنت افتر كومبليت دنشر انسيرشن بيشتكي من نوزيا وديسباجيا، يعني مش عارف يبلع، زائد ان هو كمان عنده اغماء. معنى كده ان حضرتك الطقم دوت راجع لورا زياده عن اللزوم، في اوفر بوست دامينج، او هو طويل من ورا. طيب بيشنت وان ريموفبل بارشال دنشر وعنده 3/10 اندر كات. نوع الكلاسب، بتاعك ال 3/10 اندر كات، معنى كده ان الاندر كات دي كبيره جدا، فهضطر ان انا استخدم معاه نوع من انواع الماتيريال بيتحمل الاندر كات الكبيره. اللي بيتحمل الاندر كات الكبيره هي الكوبالت كروميوم، او الستانلس بتاعنا، يعني الكوبالت كروميوم ايه اللي بيتحط فيه الاندر كات الكبيره عشان يتحمل قوه الضغط وقوه الفورسز الكبيره. طيب برضه سؤال 229 مش معروف، لان هي المفروض صوره. ندخل على 230. السؤال ده كان اتعاد تاني. البيشنت اللي عنده دايستما حضرتك هتقفلها، والسنه رقم 11 صغيره في الحجم، ومحتاج تحط ريستوريشن على 2/1 و2/1/1، يعني حضرتك مضطر تحط على سنتين. المفروض ان حضرتك لما تيجي تشتغل، ايا كان بقى بقيه السؤال ايه، لان السؤال ده ناقص طبعا، ايا كان حضرتك لما تيجي تشتغل بتعمل بريباريشن السنه الكبيره الاول، ولما تيجي تحشي السنه بتحشي السنه الصغيره الاول. حضرتك تشوف مين السنه الكبيره ومين السنه الصغيره. تمام. طيب بيكتشر اوف كيرز ات ذا كاستب اسكينج اباوت ذا كلاس، لما يبقى فيه الكيرز اخذناها في الاوبريتيف. تمام. لما يبقى فيه كاست تب او في كيرز على الكاست تب، يبقى دي كلاس 6. ديت ايه؟ كلاس 6. طيب سبيس 14 هاو ميني امبلانت، بضطر ان انا استخدم 2 امبلانت، ودي شرحناها بالتفصيل قبل كده. قلنا ان الامبلانت ده بيكون قطره 4 مللي، والامبلانت الثاني 4 مللي، وما بينهم 3، ما بينهم 3 مللي، يعني ما بين سبيس ما بين الامبلانت والامبلانت 3، وما بين الامبلانت والسن هنا 1.5، وما بين الامبلانت والسن هنا 1.5، يبقى توتال السبيس كام؟ 14 مللي. يبقى انا كده ال 14 مللي دي تديني 2 امبلانت، كل قطر واحد في كل واحد فيهم له قطر 4 مللي. طيب اكس راي عندها اوفر هانجنج ريستوريشن اسكينج اباوت ذا كوز اوف جنراليزد بيريودونتايتس. الاوفر هانجنج ريستوريشن هي اللي هتسبب لك الجنراليزد بيريودونتايتس. الاوفر هانجنج ريستوريشن عباره عن ريستوريشن دخلت ضغطت على البي دي ال فعملت فود امباكشن، ادت الى بلاك، ادت الى كالكولاس، تؤدي الى بيريودونتايتس في النهايه، وديت الكوزز كمان المسببه للبيريودونتايتس. طيب كلاس 3 ويز ميد باكال اندر كات، ده كده احنا هنستخدم ار بي اي، ان احنا قلنا الار بي اي بيستخدم مع الميد باكال اندر كات او الفيستبيول الطويل او الكبير. لو الفيستبيول بتاعي صغير او ما فيش ميد باكال اندر كات، ساعتها بتحول الى ار بي اي. تمام. طيب سريلانكا ستاديز، الناس اللي عندهم رابيد بروجريشن، الناس اللي عندهم رابيد بروجريشن بيكونوا 8%، وقلنا ان السريلانكا ستاديز دي مهمه جدا جدا جدا. قلنا ان في 8% عندهم رابيد بروجريشن للبرونتايتس، 11% 11% مش هيحصل لهم اي برونتايتس خالص، و81% اللي عندهم مودريت بروجريشن للبرونتايتس. ويا ريت نراجعها من منال في البريو تاني. تمام. الكوز اوف الابسس، لو الابسس عند اللور بري مولر يبقى ده في السب منتال سبيس، يبقى اللور 4 او اللور 5 وليس اللور 6. اللور 6 بيكون ورا عند الدقن كده او تحت الودان بشويه. النايت جارد اللي بيستخدم بيستخدم النايت جارد ده يا جماعه بيستخدم في حاله الناس اللي عندها بروكسيزم علشان ما تضغطش على اسنانها وقت النوم. تمام. فبيكون ايه؟ عامل فري للكونتاكت، فري اوف الايه؟ اوف الكونتاكت. طيب السؤال ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن الامبلانت انالوج، الامبلانت انالوج. تمام. اسمها الامبلانت انالوج، او كمان ده السؤال اللي تحت، دي عباره عن الجزء الميتال يا جماعه اللي تحت ده،
اللي فوق ده اللي هو الاخضر ده، ده الامبلانت. الجزء اللي تحت اللي هي الحتت ديت دي الاباطمنت. اشكال الاباطمنت بتاعتي على الامبلانت بتختلف عن كل امبلانت والتاني، تمام؟ اسمها يو سي ال اي اباطمنت، ده نوع من انواع الاباطمنت، مش معروف يعني، مش مطالبين ان انتوا تعرفوا اكتر من كده. طيب طيب السؤال ده برضو مش واضح، مش معروف، تمام؟ ولكن بيقول لك ان واحد كان عنده كارسينوما وابتدى ان هو ياخد علاج الكارسينوما دي في النيدو فارنجيال، يعني في الهيد والنك ده، وخد خد علاج، اكيد خد علاج يعني، تمام؟ المفروض ان هو بعد كده ايه الاعراض اللي ممكن تحصل له؟ طبعا يحصل له اكتوكارديو بروزس او تعفن في العظم، تمام؟ طيب السؤال اللي بعده، diabetic patient with swelling related لنون ريستورابل تيث، نون ريستورابل تيث يعني سن خلاص اتكسرت وجابت اخرها يعني، المفروض ان حضرتك في عيان الدايبيتك فقط هو اللي حضرتك هتعمل له انسيجن ودرينج وبعدين تدي له انتي بايوتيك. بعدين تدي له ايه؟ انتي بايوتيك، تمام؟ ليه؟ لان هو سيستميك بيشنت. طيب بيشنت عنده اكسسيف هير جروث، وات تايب اوف تيست نيد تو دو، تمام؟ زياده نمو الشعر في الجسم ده معناه ان هو عنده زياده في هرمون الاندروجين، تمام؟ الاندروجين دي نوع من انواع الهرمونات، تمام؟ زي التستوستيرون مثلا، تمام؟ يبقى ده المفروض ان حضرتك تعمل ايه؟ تعمل له اختبار تحليل التستوستيرون، تمام؟ لان هو زيادته هي اللي تعمل زياده في نمو الشعر، وغالبا ده بيبقى عند الستات، تمام؟ طيب بيشنت اجري بيشنت هو هاد اجري with two space company to give a patient when they give them 10 ريال، يعني لو الدكتور اتفق مع الشركه ان هو ياخد 10 ريال على كل معجون يطلعه، ديت حاجه ايه؟ ديت حاجه illegal، تمام؟ طيب بيشنت فلورايد كونسنتريشن في البابليك ووتر، الفلورايد في البابليك ووتر بتكون من 7 من 10 ل 1 و2 من 10. طيب البكتيريا اللي بتعمل اندوكاردايتس، انفكتيف اندوكاردايتس، هي الستريبتوكوكس، تمام؟ ولكن الستافيلوكوكس هي بتكون موجوده داخل الانفكتيف اندوكاردايتس، يعني لو قال لك بكتيريا ان الانفكتيف اندوكاردايتس هي الستافيلوكوكس، ولكن البكتيريا اللي بتعمل انفكتيف اندوكاردايتس هي الستريبتوكوكس، تمام؟ طيب التاركن سكيل في النك اند ليجز وان وينج، بصوا يا جماعه حته الانسولين ريزيستنت عشان كتير في الامتحانات، مقاومه الانسولين او اعراض مقاومه الانسولين، او ان الشخص ده داخل على على سكر، او اعراض مقاومه الانسولين ايه هي؟ ان بيبقى الرقبه اسودت زياده عن اللازم، يعني كل الجسم عنده ابيض ما عدا الرقبه بتكون سودة، تمام؟ والتورم في الرجلين غير طبيعي، زائد ظهور شعر في اماكن غير مرغوب فيها، يعني تلاقي عند الستات طلع لهم دقن او طلع لهم شعر في اماكن ما بيطلعش فيها شعر خالص، يبقى ده اعراض مقاومه الانسولين. طيب تمام، picture of pregnant woman with gingiva who had swelling، الجنجبه اللي فيها سكولينج قلنا ان ده بريجننسي تيومر، خلينا نراجع تاني، بريجننسي تيومر ده بيجي للستات الحوامل اللي عندهم مشكله في الهرمونات، تمام؟ هل ليها علاج؟ ما بنعالجهاش خالص لان هي بتروح اكتر الدليفري، تمام؟ لا تتعالج الا في حالتين، لو في انتيريور كيس ولو في معارضه الاوكلوجن او عامله مشكله مع الاوكلوزن اسبكت او الاوكلوجن، تمام؟ معدل الريفرنس بتاعها عالي جدا، تقريبا بيكون 15%. طيب البانيك اتاك، لما حد بيحصل له بانيك اتاك بيحصل ايه؟ دايليتد بيوبلز، البيوبلز بتاعته بتوسع، البيوبلز بتاعته او العين بتفتح زياده عن اللازم، تفتح علشان ايه؟ علشان تواكب السمباثيك رياكشن اللي حاصل في الايه؟ الشخص ده. patient who have oral ulcer and genital ulcer how to confirm the diagnosis، المفروض ان حضرتك او واحد عنده oral ulcer ونفس الوقت عنده genital ulcer، يبقى ده اعمل له تيست اسمه pathology test، الباثولوجي تيست ده علشان اشوف ديزيز اسمه الباجيت ديزيز، الباجيت ديزيز او البهجت سيندروم، تمام؟ لو كان بوزيتيف باثولوجي تيست يبقى ده عنده ايه؟ يبقى ده عنده بهجت سيندروم، وبيطلع تقريبا الباثولوجي تيست ده بيطلع بعد 24 ساعه،
طيب when you do are RCT as she be refused the rubber dam what to do؟ لو حضرتك المريض عندك مش راضي يستخدم الرابر دام refer to another doctor. ليه؟ لأن حضرتك ما ينفعش تشتغل من غير رابر دام. تمام. طيب سؤال 250 when you do night guard cover all the upper and lower face with لازم يكون free of contact. قلت لكم اصلا الرابر النايت جارد ده وظيفته ان هو يحمي الاسنان من البروكسيزم، فبالتالي لازم يكون free of contact. طيب in the midline between the two central مين السنه اللي بتيجي ما بين الابر سنترال اسمها الميديو دنس، اسمها الميديو دنس. وكان في عندي سنه برضو زياده بتيجي جنب المولر اسمها جنب البري مولر اسمها بارا مولر، اسمها بارا مولر. تمام. طيب مين السنه اللي بتعمل بلاتال سويلنج او بلاتال ابسس اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها الماكسيلاري لاترال انسايزور. طيب السيريال اكستراكشن اخذنا السيريال اكستراكشن كان عندي دويل وتويد وماير. تمام. مكتوبه كلهم هم ان انا ازاي بعملهم. طيب التويد بخلع السي دي 4، اما التويد بخلع الدي سي 4، اما الدويل بخلع سي دي 4. نانس زي التويد بالظبط، وماير بخلع بي سي بي 4. السي والدي والدي دولت اللي هي الاسنان البرايمري، اما الفور فهو ده الابر بيرمننت بري مولر. بعمل السيريال اكستراكشن ده ليه؟ لان حضرتك عملت اناليسيس للفم بتاع الطفل ده واكتشفت ان الطفل ده عنده مشكله هتطلع في الاسنان البيرمننت ان هي تكون فيها مال اوكلوجن او فيها كراودنج، فحضرتك بتوقف المشكله عند حدها وبتعمل ايه؟ وبتخلع جزء من الاسنان البرايمري علشان توفر سبيس للاسنان الايه؟ للاسنان البيرمننت اللي طالعه. طيب بيكتشر اوف الار سي تي ذات ستيلر اوت اوف الايبكس، لو ستيلر طلع بره الايبكس عادي بتعمل فولو اب عادي مفيش اي مشكله، ده حاجه بتبقى اسمها ستيلر باف، ستيلر باف. تمام. تبقى حاجة عادية جدا وحاجة طبيعية جدا جدا جدا، تعمل بس فولو اب للعيان، إلا لو العيان اشتكى والعيان قال لك إن هو عنده وجع، معنى كده إن حضرتك دخلت في إيه؟ حضرتك لازم تعمل ابيستكتومي أو تعمل إعادة حشو العصب مرة أخرى. طيب بيشنت هاز بروكسيمال كيريوس إن البوستيريور كيس بايلاترالي أند باد أورال هايجين، لو البيشنت عنده بروكسيمال كيرس في البوستيريور كيس وعنده باد اورال هيجين حضرتك المفروض تعمل ريستوريشن للاسنان البايظه دي، للاسنان البايظه. السؤال ده برضه ناقص، انا مش عارفه ايه الاجابه الرابعه، المفروض في اجابه رابعه ان انا اعمل ريستوريشن للاسنان الايه البايظه. تمام. ندخل على السؤال 256. طيب نروح للسؤال اللي بعده زي ما قلنا. What restoration do it basing to prevent dehydration؟ الجي اي سي يا جماعه، الجي اي سي قلنا ان احنا بنحط عليه نوع من انواع البازلين او بنحط عليه اصلا بازلين في العيادات علشان هو عنده خاصيه الدي ابزوربشن والابزوربشن، يعني بيكتسب الصلايبه فيبوظ او يفقد من مكوناته الميه فيبوظ برضه، فلازم تحط عليه بازلين علشان تمنع المشكله اللي ايه؟ عشان تمنع المشكله دي. تمام. وبتعمل له وبتعمل له بولشنج بعد قد ايه؟ بعد 24 ساعه. لكن الريزن موديفايد جلاس ايونمر بتعمل له بولشنج بعد قد ايه؟ بتعمل له بولشنج بعد، بتعمل له بولشنج في نفس الجلسه. يبقى البولشنج بتاع الريزن موديفايد جلاس ايونمر في نفس الجلسه، لكن البولشنج بتاع الجي اي سي بعد 24 ساعه، ولازم تحط باثنين عليه. تمام. طيب تو برانشز اوف التراي جيمينال افكتد، لما يحصل تو برانشز من التراي جيمينال افكتد اللي هو هيبقى مالتيبل سكلروزس او التصلبه المتعدد. تمام. او التصلب المتعدد. تمام. تراي جيمينال نيرف يبقى له ثلاث فروع من النيرفز اللي هو الانفيرور البولر والماكسيلاري والاوربيتال نيرف، دول السنسوري. تمام. ثيرد مولر اكستراكشن قريب من الانفيرو البولر كانال، قلناها قبل كده ان هي لو قريبه من الانفيرو البولر كانال حضرتك لازم ريفير تو سيرجن، ريفير تو ايه؟ ريفير تو سيرجن. طيب وين بلانشنج تشيك
البليتشنج بتاع البرينا موت ده، لو حضرتك جيت تعمل طقم على الصوره اللي قدام حضرتك ديت وشايف ان الفرينم نازله لتحت قوي وعامله ضياستمة ما بين الاسنان، فلازم حضرتك تقطع الفرينم دي وتعمل لها فري نيكتومي. فري نيكتومي تمام، تقطع الفرينم. طيب بيشنت في الاند ستيج اوف الكانسر وهو بيموت ولكن الدكتور بيحاول وبيدي له علاج، تمام، ده اسمه ايه؟ ده اسمه باليتيف تريتمنت. ايه الباليتيف تريتمنت او نوع الايوسيتيميا ديت؟ نوع الايوسيتيميا دي يا جماعه يا اما بيكون اكتف ايوسيتيميا او باسيف ايوسيتيميا. خلينا نشوف الاكتف ايوسيتيميا، ده اللي حضرتك بتساعد العيان ان هو يموت. كيلينج ا بيشنت باي اكتف مين يعني ايه؟ يعني ان العيان عايز يموت فتدي له حقن تموته، تمام؟ ده انت كده بتساعده ان هو يموت، تمام؟ لكن الباسيف تريتمنت عن طريق ايه؟ عن طريق ان حضرتك بتدي للعيان او بتساعد العيان ان هو يعني تدي له مثلا انبوبه هواء او تدي له فيدنج تيوب، تمام؟ هيموت لوحده ولكن انت بتساعده ان هو يعيش المتبقي من عمره. ده نوع من انواع ايه؟ ده نوع من انواع الباليتيف تريتمنت. الباليتيف تريتمنت، طيب دولت قصدي دولت نوع من انواع يا جماعه الايوسيتيميا اللي انت بتموت العيان سواء كده او كده. لكن الباليتيف تريتمنت ان انت اصلا بتساعد ان ان العيان ده يريليف البين، ان بتديله مسكنات زي عيان الكانسر مثلا بيديله ترامادول، الكلام ده كله، تمام؟ عشان ايه؟ علشان نقلل البين اللي عنده، ماشي؟ طيب ال which portion of the flame is used when using the soldering. خلي بالكم يا جماعه ان الطرش بتاعي، الترش بتاعي شايفين رقم واحد واثنين وثلاثه دول، ده الترش، الترش اللي بيطلع نار، الترش اللي بيطلع نار ده، تمام، في جوه اللهب ذات نفسه الوان، اللون اللهب ممكن يكون برتقاني او احمر او ازرق، تمام، اللون ذات نفسه ممكن يكون كده. احسن زون في الفليم اسمها الريديوسنج زون، الريديوسنج زون اللي هي بتكون في المنتصف، تمام، ديت بتعمل ايه؟ الريديوسنج زون ديت بتكون احسن زون في اللهب، مش بتعمل اي سواد على منطقه الميتال، تمام، زائد ان هي في نفس الوقت تكون اعلى درجه حراره في النار كلها. طيب نوع التورش يا جماعه يا اما اسمه تورش يا اما اسمه بانسن بيرنر، بانسن بيرنر اللي انا معلمه عليه بالماوس. طيب المين ديس ادفانتج للاكريليك ريزن اللي بيعمل فيلير في الكومبليت دنشر، ان هو قلنا ان الاكريليك ريزن يا جماعه مشكلته ايه؟ مشكلته اولا ان احنا عندنا بوليمرايزيشن رياكشن، دي حاجه، والحاجه الثانيه ان هو لو اوف ثيرمال كوندكتيفيتي، مش بيعرف يوصل الحراره للفم لان هو مش ميتال، تمام؟ هو مش ميتال، مش بيعرف يوصل الحراره للفم، فبالتالي المريض بعد فتره بيحصل له نوع من انواع اللي هو الايه؟ البله. يعني ايه البله؟ مش بيعرف يفرق ايه الحر وايه البارد لان الطقم ده مش بيوصل الحراره والبروده للايه؟ للجنجفا او البلد بتاع العيان، فبالتالي مش بيحصل مساجنج للجنجفا، على عكس طبعا الميتاليك دنشر او الميتاليك ريموفبل بارشل دنشر، العيان بيحس بالحراره والبروده فبيحصل مساجنج للجنجفا. طيب الفيرست تايم اوف الكيميكال بيرن ان بيحصل وايت ميوكوزا، حضرتك لو جيت تاكل حته بيتزا او اي حاجه لونها سخن ايه اللي بيحصل للميوكوزا؟ الميوكوزا بتبيض، ده نوع من انواع، قصدي معلش مش الكيميكال ده، دي حاجه سخنه، ده الثيرمال بيرن. الكيميكال بيرن اللي هو ان حضرتك اخذت مثلا ايه؟ ان حضرتك اخذت اسمها ايه؟ اي ماده كيميائيه وصلت للجنجبه عملت تبييض للجنجبه، تبييض للجنجبه، تمام؟ سحبت الدمويه من الجنجبه زي ما بنقوله، فبيضت، ابيضت. بعد مرحله البيضان او بعد ما تبقى وايت هيحصل ألسريشن، يعني الاجابه رقم ايه؟ تمام؟ تبقى المرحله الثانيه بعد الوايتنينج، اول حاجه الوايتنينج وبعدين الألسريشن. ده يا جماعه الكيميكال بيرن زي الاسبرين مثلا، لو حضرتك اخذت اسبرين قاعده بجيبه من ساعتها. طيب لو حضرتك قلت اكلت بقى او اكلت حاجه سخنه، اكلت حاجه سخنه، تمام، بتعمل ايه؟ بتعمل ألسريشن، تمام، بتعمل ألسريشن، ماشي؟ طيب لكن لو حضرتك حصل لك الكتريكال بيرن، الكتريكال بيرن او
وحاجه الكتريكال بيحصل ايه؟ بيحصل ان لون السلايفه بيبقى لونها اصفر، يبقى لونها اصفر. يبقى خلي بالك من الثلاث حاجات دول. طيب بيكتشر اوف الليكوبليكيا، الليكوبليكيا بيبقى شكلها كده. ممكن الليكوبليكيا تبقى سبيكلز، ممكن تبقى نودولر، ممكن تبقى فيروكس، ممكن تبقى كوريدو، ليها كل الاشكال. تمام، على حسب الشكل بقى اللي قدام حضرتك، انا ما اعرفش الشكل ده ايه. تمام، بس ديت لو يعني لو انت سالتني على الشكل ده شكل ايه، ده نودولار، ده نودولار. تمام، طيب الموست كومن اورجانيزم كوزنج انفكتيف انتوكاريتس قلنا الستريبتوكوكس، الستريبتوكوكس ميوتن. طيب بيشنت عنده 14 سنه وذ نو ميديكال هيستوري، يعني ما عندوش اي حاجه ومحتاج ار سي تي. بعد 30 دقيقه حطيت الرابر ده وابتديت التريتمنت، feel difficult for breathing, what is the probable patient to have. حضرتك العيان ما عندوش اي مشكله، عشان كده ليه حته قال لنا ان هو ما عندوش اي ميديكال هيستوري عشان نشيل من دماغنا ان هو عنده ازمه او ان هو عنده كوبي ديزيز. تمام، فبعد ما حضرتك حطيت الريفر دام، ايه اللي حصل للعيان؟ حصل له الرجيك رياكشن، حصل له ايه؟ الرجيك رياكشن. طيب تشايلد هاز مالتيبل انسر في البلد، وامه قالت ان هي ان هو ما حصلوش الكلام ده قبل كده. تمام، ده ممكن يبقى ايه؟ لو في البلد، لو في البلد، خلي بالك هو قال لك هنا في البلد. تمام، في البلد يبقى ديت هيربانجينا. الهربانجينا بتيجي في الابر سوفت بلد، تمام، سوفت بلد معلش، بتيجي بسبب الكوكساكسي فيروس، نوع من انواع الفيروس اسمه كوكساكسي فيروس. تمام، ده ديت لو في السوفت بلد، لو في السوفت بلد. طيب لو قال لك ده هنا على السوفت بلد، لو قال لك على السوفت بلد والتونسل. تمام، طيب لو جايه على الهارد بلد تبقى ايه؟ تبقى هيربيتك جينجيو ستوماتيتس. نخلي بالنا من المصطلح، لو قال لك في هارد بلد تبقى ايه؟ هيربيتك جينجيو ستوماتيتس اللي هي بالهربس سيمبلكس فايروس اللي بتجري الاطفال. لكن لو قال لك في السوفت بلد او في التونسلز يبقى ديت هيربانجينا، يا ده يا ده. تمام، نخلي بالنا جت من انهي حته. طيب المانجمنت اوف الانفلاكتيك شوك، الشوك دي يا جماعه حصلت بسبب ايه؟ الشوك دي حصلت بسبب الرجي تعرض له الشخص، ابتدى ان الشخص ده يتعرض للحاجه اللي عنده فيها الحساسيه ديت. بعد ما حصل الكلام ده ابتدى ان الجسم يطلع الخلايا بتاعه الحساسيه. تمام، وابتدى ان هو يدخل في شوك، يعني يفقد كل حاجه حيويه في جسمه. شوك يعني صدمه حصل بسبب الانافلاكسيس او بسبب الخلايا، خلايا الايه؟ خلايا الحساسيه. تمام، الشخص ده لو ما تعالجش فورا وراح الامرجنسي هيموت. هي ايه؟ هيموت. لازم حضرتك قبل بقى ما الاسعاف تيجي، تمام، هتطلب طبعا الاسعاف. تمام، بعد قبل ما الاسعاف تيجي تحطه في سوباين بوزيشن، تحطه في سوباين بوزيشن، تحافظ على الاير واي بتاعه المريض، زائد ان حضرتك تحاول تديله اكسجين عن طريق ان انت تديله اكسجين من ماوس تو ماوس. تمام، وبعدين لو الاسعاف اتاخرت وعندك ادرينالين في العياده تديله ادرينالين، لان الادرينالين هو اللي هيعالج الانافلاكتيك شوك، هو اللي هيعالج الانافلاكتيك ايه شوك. طيب بيشنت دايبيتك وهايبر تنشن والسكندري، وبتاخد سكندري امبريشن وعنده بليدنج، وات ويل يو يوز تو كنترول البليدنج؟ قلنا ان هو عنده هايبر تنشن، معنى كده ان انا ما ينفعش استخدم ان انا ما ينفعش استخدم ريتراكشن كورد في ابنفرين، استخدم الريتراكشن كورد اللي فيه الالمنيوم كلورايد. الالمنيوم كلورايد، وخلي بالك ان الالمنيوم كلورايد لو حضرتك استخدمته ما ينفعش تستخدم في الامبريشن البي بي اس، لانه كونترا انديكيت ان انت تستخدم الالمنيوم كلورايد مع البي بي اس، لانه هيعمل انهبيشن للبوليمرايزيشن رياكشن بتاعه. طيب سيفيرلي كيرفنيزيال روت اوف اللور سيجمنت، استخدم ايه؟ طبعا استخدم الروتري والهاند انسترومنت، استخدم الاثنين مع بعضهم في البعض، لان هي سيفير كيرف. مش هينفع تستخدم الروتري ولا مش هينفع تستخدم ايه؟ هاند انسترومنت لوحده. طيب patient have prosthetic heart valve, you will do extraction. عنده prosthetic heart valve خلي بالك. وهي prescribed amoxicillin 7 ايام for sinusitis. What will you do؟ حضرتك ما ينفعش تتدخل في العلاج، حضرتك ما ينفعش
وندخل في العلاج، هتفضل ماشي على الكليندامايسين وتشتغل له كبروفلاكتيك انتي بايوتيك، ويشتغل كبروفلاكتيك انتي بايوتيك. تمام؟ بيشنت هاد بريست كانسر اندر، وبتروح وتاخد كيمو ثيرابي. وات روتين كير وين المفروض حضرتك بتشتغل بعد قد ايه؟ بتشتغل بعد 1 مانث اوف كيمو ثيرابي. تمام؟ ما بتشتغلهاش اميديت، بتشتغل بعد شهر من الكيمو ثيرابي. تمام؟ طيب يعني اتليست 20 يوم. اخدنا الكلام ده على فكره في منال. طيب برضه سؤال 73 ده مش مفهوم وناقص برضه. تمام؟ اي حاجه باللون الاخضر او باللون الازرق يبقى سؤال ناقص، ما تحاولش تبص عليه. تمام؟ طيب الهيستوباثولوجي في الفينجاس فالجيرس، قلنا الفينجاس فالجيرس ده انترا ابيثيليال ليفت. خلينا نرجع الفينجاس فالجيرس والميوكس ممبرين بالبيبويد. الفينجاس فالجيرس والميوكس ممبرين بالبيبويد الاثنين دول عباره عن امراض من امراض الجهاز المناعي. جهاز المناعه بيضرب الجسم نفسه، لو حصل ان جهاز المناعه ضرب داخل الابيثيليال او عمل انترا ابيثيليال ليفت يبقى ده فينجاس فالجيرس، بيبقى عنده بوزيتيف نيكولسكي ساين. تمام؟ وبيبقى عنده بوزيتيف نيكولسكي ساين زائد ان هو تكون الكليفت داخل الابيثيليوم. تمام؟ بيتعالج بكورتيزون. اما الميوكاس ميمبرين بنتيكويد بيكون تحت الابيثيليوم سب ابيثيليال كليفت، بيكون سب ابيثيليال كليفت وبيكون عنده نيجاتيف نيكولسكي ايه؟ نيجاتيف نيكولسكي ساين، نيجاتيف نيكولسكي ساين. شوف السؤال اللي بعده. الاثنين بيتعالجوا على فكره بكورتيزون، زائد ان كمان الميوكوس ميمبرين بالفيبويد بيكون بيتعالج كمان في مستشفيات ضد الحروق، لانه بيعمل لك حروق من الدرجه الثالثه. طيب الهيستوباثولوجي اوف البنديبويد ديزيز، قلنا البنديبويد ديزيز سب ابيثيليال كليفت. طيب شوف السؤال اللي بعده. بيشنت هاف تو بريدجز في المانديبل، تو بريدجز في المانديبل، وان اون ذا رايت سايد وواحد في واحد في الناحيه اليمين وواحد في الناحيه الشمال. تمام؟ وعنده بيشتكي من بين، بيشتكي من بين، اخدت بايت وينج للناحيتين. الدايجنوزس بتاع حضرتك ايه؟ تمام؟ الدايجنوزس بتاع حضرتك ان في شايفين ان في هنا دي يعني كده اقسمها ان في هنا كون. تمام؟ بيشتكي من ان البونتك ضغطه على بون، البونتك ضغطه على الايه؟ بونتك ضغطه على البون. تمام؟ فبالتالي يبقى ايه؟ يبقى اوسيوس هايبر بليجيا. اوسيوس هايبر بليجيا ده لو دي فعلا الصوره هي اللي جت في الامتحان. تمام؟ يبقى ديت ايه؟ يبقى ديت اوسيوس هايبر بليجيا. بيشنت تيك وارفرين محتاج اكستراكشن، وات از ذا اكسبكتد كومبليكيشن؟ الوارفرين يا جماعه ده عباره عن نوع من انواع الادويه اللي بتعمل سي ولا زيه زي الهيبارين. تمام؟ ف اكسبكت ان احنا يحصل لنا ايه قدامنا؟ يحصل بليدنج. تمام؟ طيب بيشنت بيشنت وين كلوزز هيز ماوث في المانديبولار 7 مللي، الدكتور دايجنوز ويز ماستيكاتوري ستام، وات المصل، المصل اللي عملت المشكله دي لما البيشنت بيجي يقفل بقه. تمام؟ وبيشفت المانديبل 7 مللي لقى ان في مصل اسباس. تمام؟ يبقى ديت ايه؟ ديت اللاترال تريجويد، اللي لان اللاترال تريجويد هي اللي مسؤوله عن ان المانديبل يروح يمين او يروح شمال. تمام؟ هو المسؤوله عن ايه؟ اللاترال شيفت، هي المسؤوله عن اللاترال شيفت. تمام؟ طيب خلينا نراجع كده اللاترال تريجويد بتعمل ايه. اللاترال تريجويد هي المصل الوحيده اللي بتفتح الفم، لكن بقيه المصل هي اللي بتقفل الفم. اللاترال تريجويد في عندي منها اثنين، واحده على اليمين واحده على الشمال. لو اليمين اللي اشتغلت تودي المندبل للشمال، ولو الشمال اللي اشتغلت تودي المندبل لليمين، ولو الاثنين اشتغلوا مع بعض يعملوا بروتروجن اوف المندبل. طيب سبيس انفكشن ممكن يروح للتراكيال سبيس اي واحد. تمام؟ عندي سبيس انفكشن اسمه الالر سبيس. تمام؟ ده عباره عن اللي هو جنب البري تراكيال سبيس، ده
ده ملناش دعوه بيه قوي يعني، ده بريتراكيال سبيس. ولكن لو حضرتك اصلا بصيت على الاجابات فمفيش ولا اجابه من دول تنفع ان هو يروح للتراكيه، تمام؟ يبقى هو مفيش غير مين؟ غير الالر سبيس ده. طيب بيشنت ويز سمول لاترال انسايزر، تمام؟ اكوردنج تو جولدن بروبورشن كناين ديسبلاي، هيبقى ايه؟ الجولدن بروبورشن دي يا جماعه بتقول لك ايه؟ اخذناها في شرح البريو وشرح الاوبرتيف، قلنا ان الاسنان الاماميه السنترال واللاترال والكناين كل سنه بتبقى اقل في العرض من اللي قبلها بواحد وستة من عشرة، تمام؟ بايه؟ بواحد وستة من عشرة، تمام؟ فالجولدن بروبورشن قال لك ايه؟ ان الكناين هيبقى 40 او حجمه 40% من الايه؟ اللاترال. فلو جبنا ال 40% من ال 5 مللي يبقى كام؟ يبقى 3.9، تمام؟ اهي الريشيو، اهيت موجوده بنفس الصوره والله في الكراش كورس كانت مشروحه. قال لك ايه؟ قال لك ان كل سنه بتكون 62% من السنه اللي قبلها، تمام؟ بيشنت بري ابيكال اكس راي وز لور 7 عندها بروكن فايل انسايد الكنال في الكورونال ثيرد، والدنتست ستوك ذا فايل بيفور يوزنج ان الانوستي ال وات كوز اوف الفراكشر. ان حضرتك عملت ايه اللي خلى الفايل يتكسر لما حضرتك فايل اتكسر فيه الكنال؟ فايه اللي حصل بسبب ايه؟ بسبب طبعا ان حضرتك عملت امبروبر ايه؟ امبروبر اكسس، امبروبر اكسس. طيب يعني ما دخلتش في الفايل كويس داخل الكنال. طيب فوركيشن بيرفوريشن ريبير باي طبعا الام سي ايه، تمام؟ الفوركيشن او البرفوريشن بيتعالج immediately. طيب بيشنت ويز ريسيشن اند سنسيتيفيتي اسكينج اباوت ذا موست سنسيتيف بارت، اكتر حاجه سنسيتيف هي السيرفايكال اسبكت اوف الروت، السيرفايكال اسبكت اوف الايه؟ اوف الروت. patient had previous necrosis of the mandible and remove the part how to replace the missing piece. ازاي حضرتك تفقد او تعوض ال missing piece؟ ان حضرتك تعمل over denture. ان حضرتك تعمل ايه؟ over denture. اسم ال over denture ممكن يبقى اسمه implant supported hyper denture، تمام؟ ممكن يبقى اسمه implant supported hyper denture. طيب برضه قلت لكم الحاجات اللي لازم ديت ما نذكرهاش. طيب الميزيودنس بتظهر في انهي ستيج؟ بتظهر في الانيشيشن ستيج. قلنا ان انا عندي 4 مراحل من مراحل تكوين الاسنان، انيشيشن مستر ترانشيشن ومورت ترانشيشن والربشن. الانيشيشن يا السنه اتكونت يا السنه ما اتكونتش يا حصل الميزيودنس، تمام؟ الهيستو ديفرنشيشن تكوين الانامل والدنتين ذات نفسه، فلو حصل فيها مشكله يبقى يتكون عندنا اوستيوجينيس امبرفكتا او هيستوجينيس امبرفكتا او دنتين جينيس امبرفكتا او اميلوجينيس امبرفكتا. المورت ديفرنشيشن بيتكون فيها مرحله اللاترال ستيج او اللاترال انسايزر بيتكون فيها البيج شيب لاترال، ومرحله الاربشن ممكن يحصل لي فيها الاربشن تيست. الاربشن ايه؟ الاربشن تيست. طيب كلينر كوز بليتشنج اوف الدنشر بيز، اللي هو الايه؟ ايه اللي بيعمل ايه اللي بيعمل بليتشنج للدنشر بيز او يعمل مشكله في الميتال بتاع الريموفبل بارشال دنشر؟ هو الصوديوم هايبو كلورايد. صوديوم هايبو كلورايد، وكان في مواد كده بتعمل مشاكل في الطقم بتاعنا كانت موجوده في الكراش كورس في الريموفبل. طيب بيست تمبرري سيمنت فور البروفيشنال كراون كانت ايه؟ كانت الزنك اوكسيد ايجينول، الزنك اوكسيد ايجينول. وتحط الزنك اوكسيد ايجينول هو اللي بيستخدم كتمبرري سيمنت، وتحط كمان عليه تميكس معاه بنزين، تمام؟ تميكس معاه بنزين عشان يتشال بايه؟ بسهوله. طيب السويلنج فروم الكير، يبقى حضرتك عندك مشكله فين؟ عندك مشكله في اللور مولر، عندك مشكله في اللور مولر. طيب اسمه هاز سويزنج اند ديسبنيا وات تو جيف هيم، المفروض العيان اللي عنده ازمه او عنده مشكله في التنفس حضرتك تديله ابينفرين، تمام؟ طيب الهيموفيليا وات ويل ديكريز، عندي 3 انواع من الهيموفيليا، تمام؟ الهيموفيليا A وB وC. هيموفيليا A ده نقص فاكتور 8، هيموفيليا B ده نقص فاكتور 9، هيموفيليا C ده نقص فاكتور 11. خلي بالك ان فاكتور 9 اسمه كريسماس فاكتور،
اسمه كريسماس ايه فاكتور، تمام. طيب هيموفيليا ايه بيبقى فيها ابنورمال بي بي تي، تمام، اللي هو البارشال كروس ثرومبين تايم، تمام، والهيموفيليا بي برضه بيبقى نقص البي بي تي، تمام، وبرضه الهيموفيليا سي بيبقى فيها نقص في الايه البي بي تي، كلهم بيبقى فيهم نقص او ابنورمال في البارشال كروس ثرومبين تايم او برولونجد تايم في البي بي تي. طيب وخدنا برضه الكلام بتاع الهيموفيليا ام بي وسي في منال في الميدس. طيب الاكسترنال روت ريزوربشن، المفروض ان حضرتك الاكسترنال روت ريزوربشن ده بتعالجه بايه؟ احنا بتعمل استنى اكس راي، بتعمل استنى قصدي ار سي تي، وبنحط كالسيوم هيدروكسيد. طيب الاوتوكلاف درجه 132 بيقعد قد ايه؟ بيقعد 4 دقائق. بيقعد ايه 4 دقائق؟ خلي بالك دي 132 درجه سيليزيوس يعني 270 فهرنهايت، وبقيه الارقام بتاعه الدرجات مهمه يا جماعه. بروسيس اوف الفراكشر اوف البلاست، بيحصل ان البلاست بتتكسر بحاجات كتيره جدا، من اهمها الكولد وورك عليه، ومن اهمها تاني ان السله بتكون كبيره، عدم استخدام الاندر كات كويس، تمام. ان البلاست لو اتكسر يبقى الريتنتف ارم دخل قبل الريسيبروكال ارم، وده غلط. طيب وات ويل هابن اف بريبير الريست سيت بيفور الجايدنج بلين؟ المفروض يا جماعه تاني قلنا وشرحنا في البروسيس في الكراش كورس ان الريست سيت اخر حاجه بنعمل لها بريباريشن، واول حاجه بنعمل لها بريباريشن هي ايه؟ هي الجايدنج بلين، تمام. فلو حصل ان احنا قلبنا الايه وعملنا ان الريست سيت هي اللي يحصل لها بريباريشن الاول وبعدين الجايدنج بلين بعدها، فهيحصل ان السنه هيحصل لها دامج، هيحصل ان السنه هينزل عليها فورس كبيره، فهيحصل لها ايه؟ فهيحصل لها دامج، تمام؟ طيب رجعنا تاني للاسئله دي، نروح تاني للسؤال بتاعنا. السيكونس اوف الهايبودونشيا مهمة جدا 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 جدا. الأسنان المفقودة أول سنة مفقودة ويأتي في المرتبة الأولى عندنا المولر اللور ويزدم، وبعدين الأبر ويزدم، وبعدين بعدين البري مولر، تمام، وبعدين الإنسايزرز، وبعدين الإيه؟ الإنسايزرز. طيب بيشنت هاف بوكس أون الرايت سايد وفي إكموزس أون الرايت سايد، ده عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن ليفورد او عبارة عن زيجوماتيك فراكشر، زيجوماتيك فراكشر اخد لو في عينه او اخد خبطة في عينه، تمام، وحصل ان بقى فيه نفس الصورة اللي تحت على الشمال دي، ان البيشنت بقى عنده حاجة زرقاء تحت عينه، فمعنى كده ان حصل ايه؟ ان حصل ان الزيجوما اتكسر، ان الزيجوما ايه؟ اتكسر. طيب الاسئلة ديت نفس الاسئلة اللي احنا لسه شارحينها من شوية،